ممكن مقتدى تقبلنا نعطيك الكلمه ونتواصلوا بتصريح سعيد ليله اعفاء ال 57 قاضي. هذا نذكر المشاهدين ماذا كان يقول سعيد ونعود للنقاش في بلاطو. يلا. وقد تم التحذير اثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن ان نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون الا بتطهير كامل للقضاء. لقد تم النظر في كل الملفات من اكثر من مصدر حتى لا يظلم احد، وتم التدقيق والتمحيص لمدة أسابيع طويلة. وأشد أنواع الظلم وأعظمها في إفساد العمران، كما يقول ابن خلدون في مقدمته. نعم، إذا كانت هذه كلمة الرئيس سعيد ليلة إعفاء 57 قاضيا. ذكروا ليتها كان القرار غير قابل للطعن، بعدها بالضغوطات سمح لهم باش يظلموا امام المحكمه الاداريه. مخداد، كلمه غلطوني ما زالت تتصرف في الظروف هذه، ولا وزيره العدل كما قال بعضهم مجرد في زيبل يمسح فيها هذا القرار وتواصل ماكينه سعيد؟ يغلطوا، الواحد يغلطوا في الثانيه نتاعه. والله والله يغلطوا في الزيتون نتاعه، في جماعه القمح الشعير ينجموا يغلطوه، بقرة ولدت ما ولدتش يغلطوه، يغلطوا الفيترينير. أما في الدولة والمهزلة فضيحة، راهو القضاء راهي ماشي مشكلة في الكورة في البطولة الوطنية، راهي مش مشكلة في جامعة كرة القدم، راهي مش مشكلة في الحكاية الأخرى، راهي مشكلة في القضاء بهذا الحجم. راهو مش قاضي واحد، هو ورط روحه ويحكي بالأسابيع الطويلة الطويلة، وريت الوجوه السماح اللي قاعدين بعدها، ريت الذل، ريت المهانة، ريت الخزي، ريت الهم. يعني أنا نراه سعيد نقمة جاء، ولكن والله العظيم لا تحسبوه شرا لكم، والله فيه رحمة. كشف لنا هالوجوه القبيحة الذليلة اللي ما هيش مستعدة نهار باش ترفض باش تقول لا، ما هيش نهار مستعدة باش تقول أنا مختلف. سيد الرئيس نواي راه يلزمنا نقف، وراك ماشي بينا للهفوف. هو أدى نفسه يحكي على الأسابيع الطويلة ومن مصادر عديدة. يعني الصبة الأولى جاء تقرير الصبة، والصبة الثانية من فرقة أخرى، من فرقة أخرى كيف كيف، والصبة لا يعني الصبات الكل كيف كيف. شو معناها هالصبة المركبة هذية، هالتطابق ما بيناتهم، دليل اللي هي تكمبينا ضد هو وتكمبينا ضد البلاد. اني ما سميش صبه جت من الغالطه. والله هذا يذكرني بشخص نعرفه كان يخدم في النقل في صفاقس، الداخليه اش عامله كان ليه؟ مصنفته تابع التحرير، ومصنفته مقاتل، ومصنفته اخوان، ومصنفته اصلا في كل الملف نتاعه فيه كل شيء. هذا التطابق اللي موجود يؤكد بانه هناك عقل يدبر، يحب يفكك المؤسسات ويحب يبرك تونس. الجريمة أعتقد كبيرة بحجم بلادنا جغرافيا وتاريخ، ولا بد أن يكون هناك تحقيق في الجماعة اللي وصلوا له. حشي يا يخرج يقول غلطوني، وخلي يقول لنا مثال شكون اللي غلطوا، ما هو يحب هو عمر يحكي لنا أقل حاجة. نعم، خساه اتهام الناس بالزنا ومسال العباد هكا وهكا في المباشرة. هي فنانة يتكتموا على اسمها وقاضية تخرج لها اسمها، عندك دليل يخاف ربي؟ هذا مو قال 4 شهور كان يحب يطبق الشريعه والاسلام، واربع شهور مقاصد الاسلام. شوف انا هذا مش يهز البرشا حديثة، ما انا قبل المقدمه باش نعطيك من قبل توك يقولوا غلطوا. هو مش المره الاولى، خاطر نذكروا التوانسه، ما التوانسه عندنا ننسوا، يقول ورطوني ما يقولش غلطوني، كان يخرج ورطوني يقول ورطوني نفهموها، اما غلطوني لا.